الشيء الذي يسمح لنا من تقديم وربما الهدف. نعم حقيقة مولدوفان كان أذكى من الدفاع الإنجليزي الذي كان يراقبه، لكن ربما تناسى شيئا ما اليقظة اللازمة في منطقة الرومانيين وفي انتظار توجيه فرصة أو إعداد فرصة للتسجيل وهدف. نعم فعلا تأتي الفرصة ويسجل اللاعب سكولز على ما يبدو. الشكل الهجومي الذي اختاره بلن هودل بعد تلقيه لهدف وربما الوضع هي صعبة وهدف. نعم حقيقة مفاجأة بالنسبة للحارس عن طريق بوتريسكو، مفاجأة الدفاع الانجليزي في الوقت اللي كان منتظر. هذه هي كرة القدم في الواقع، هذه حلاوة كرة القدم في الوقت الذي كان المنتخب الانجليزي